بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان المحاذير الدينية والأخلاقية للتسقيط الاجتماعي، روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من أذاع فاحشة كان كمبديها، ومن عير مؤمنا لم يمت حتى يركبه. إذاعة الفاحشة كان كمن مبديها، ومن عير مؤمن لم يمت حتى يركبه. وفي خبر آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه أن الرجل ليأتي يوم القيامة ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب، فأين حسنات كذا وكذا؟ يعني عنده حسنات ما يلقاها في صحيفة أعماله. يستفهم من رب العزة والجلالة عن هذه الأعمال ليست في صحيفتي، فيقول، يأتي النداء: محيت باختيابك الناس. ففي الرواية أيضا: لا تختابوا، فإنه مضمون الرواية: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. مع الأسف انتشار بعض الرذائل الأخلاقية حتى أصبحت عادة يومية عند البعض في المجتمع، ومن هذه الرذائل الموبقة والخطيرة انتشارها في المجتمع هي التسقيط الاجتماعي. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. أكو ناس نافق زين على صاحبه أو صديقه نافق عليه. إيه برأيك يعني شنو هذا سؤالك؟ يعني عم بيها حرام، شرح لنا مولاي. المنافق في الدرك الأسفل من نار جهنم. صحيح. صح لو مو صحيح؟ صحيح. في الدرك الأسفل من نار جهنم. بالتالي هاي من كبائر الذنوب النفاق. صحيح. تنافق على شخص وتأذى هذا الشخص بسبب نفاقك. شلون تعالجه؟ شلون؟ زين. إذا استغفرت الله، الله يغفر لك؟ أنت شو تقول؟ ما أعتقد أغفر لك. زين. إيه. إذا أذنبت ذنب مع الله سبحانه وتعالى، إيه، إذا استغفرت مع الندم وتتحقق شروط التوبة، الله يتوب عليك. صح. مو؟ صحيح. مثل النفاق، وهاي اللي بيها آثار وضعية، يعني واحد تأذى من عندك، إيه، الله سبحانه وتعالى بيها حقوق ناس لو ما بيها حقوق ناس؟ بيها حقوق شلون؟ بيها حقوق، إيه، ناس. أنت نافقت على واحد وتأذى من وراك. صحيح. فهذا بالتالي حقك وين يصير؟ حقه وين أدمن؟ عندك. عندك إيه؟ إذا الله يغفر لك فحق الناس يبقى يطلبوك. صحيح. صح لو مو صحيح؟ كون شلون انت ذاك الوقت؟ واحد يكون يتامل بذني الذنوب، انه يكون يدور على كل من تاذى بسببه، يكون شي يقول له بريني الذمه، وين تلقاهم؟ صحيح. يصيرون. بالتالي هاي ذنوب اثارها الوضعيه بالاضافه الى حرمتها وايد تاذي للانسان. دكتور، في الروايه عن الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من نقل عليك، من نقل إليك نقل عنك. زين. يعني هذا اللي قاعد يجيب ويودي بالأخبار إليك هم يجيب ويودي منه بالأخبار لغيرك، عليك. سؤالي لكم أنت كباحث اجتماعي، ليش المجتمع، لماذا لا يتحرز المجتمع عن هؤلاء؟ يعني غير المفروض المجتمع مالتنا أن نصل إلى حالة من الثقافة هذا اللي قاعد ينقل لي حينقل عني. نعم. فبالتالي طبيعة شخصية هذا طبيعة شنو؟ طبيعة سلبية العياذ بالله، طبيعة ثقافتها النقل. نعم. فبالتالي أنا وغيري تكليفنا شنو؟
أن رفض ذولا من المجتمع، هذول هم يستقيمون، يجي يوم يستقيمون. سؤالي لكم، لماذا لا يتحرز المجتمع من هؤلاء؟ صراحة أنه كثير من الناس يفضلون هكذا أشياء، وخاصة قضية النميمة والنقل الخبر، يشوقون، يشوهون في سمعة الآخرين، يشوق بالضبط، يسمعها باشتياق. نعم، هو يعني يتلذذ في سماع هذه الأشياء. بالله. فقضية التقبل هنا، أكو قضية تقبل اجتماعي لهذه الأمور. زين. المجتمع هنا صراحة المصدات، أو احنا نسميه الكنترول، اللي يجب أن يكون حاضر لردع هؤلاء غير موجود. من أمن العقاب ساء الأدب. ممتاز. فهاي القضية إنه البعض لا يجد من يصده عن هذا الأمر، فتجده يتمادى أكثر فأكثر في قضية التشهير وقضية التصفيق وقضية تشويه السمعة إلى آخره. هذا من الأمور اللي صراحة بدت بالوقت الحاضر تزداد بزيادة التكنولوجيا والتطور والسوشيال ميديا وغيره. إحنا سؤالنا، ليش المجتمع ما يرفض ذلك؟ هي طبعا هو شيء مرفوض من قبل المجتمع، مرفوض عند العقلاء، عند العقلاء. لكن ان الناس المحتوى الفارغ اصبح هنا ذات رواج وذات صدى واسع في قضية الاستماع اليه من قبل الافراد، لان هنا أنا القضية ليس لديهم الثقافة لعملية الرد. نعم. ضد ممتاز. او الوعي ضد مشكلتنا بالثقافة. بالتالي يوم احنا اذا نقارن بين البرامج ذات المحتوى السيء او الفاحش، العياذ بالله، في قبالة ذات المحتوى الجيد والمفيد، نسبة عدد المشاهدات نشوف هنا أكثر. ونشوف هنا. فانت توعز هذا الى سبب عدم الثقافة من المجتمع؟ لا، القضية انه مثل ما تفضلت، يعني قلت هناك العقلاء لا يقبل بهذا الامر طبعا. فالشيء طبعا. الذي لا تتقبله لنفسك كيف تتقبله للاخرين؟ يعني القضية تبادلية، حب لنفسك ما تحب لأخيك. نعم. فهاي مع الأسف احنا اصبح القول مقدس والفعل مدنس. يعني انا اتحدثك بها، ولكن في بعض الاحيان يتقبل الامر الخاطئ من قبل الاخرين. انت اذا سمعت حديث فيه نوع من النميمة ونوع من الغيبة وكذا، واجب عليك ان تترك هذا المجلس. ممتاز. هسه هذا كشرع، احنا كشرع، لكن قضية التقبل، او من جاءكم اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالقضية انه انت مكلف امام الله سبحانه وتعالى ان ترد الجانب السلبي اللي نشا من عمليه الانتقال. لكن المشكله هنا كثير من الناس ما يعي انه هذا الجانب بحرمه شرعيه، ما باضرار وضعيه، مو فقط هذا، يعني حتى البعض شباب ازيد من القتل، لان قضيه فقدان الراس المالي الاجتماعي للفرد اصبح فاقد لقيمته الاجتماعيه والاعتبار الاجتماعي أحسن. داخل المجتمع انا امشي بسمعتي، فجأة السمعة تشوهت وأصبحت لدى العيان أنه أنا العياذ بالله، العياذ بالله، بأني أنا إنسان سيء وإنسان فاسق وإلى آخره من التسميات. هذا هنا اختل التوازن الاجتماعي لدي، أصبحت غير محترم، أصبحت كلامي غير مسمع من قبل الآخر، فهذا خلل داخل المؤسسة الاجتماعية. سيد أكو لدعم متفقين، يعني اليوم أنا أحكي بظهرك أو أحكي من وراك من ناحية غيبة، متفقين يعني مو غيبة أو عادي أحكي بظهري أو هيك مثل ما نقول إحنا بالعامية، هل هذا حرام أو حلال؟ هل الغيبة حرام تبقى غيبة؟ ممتاز، سؤال جدا مهم. الغيبة حرام، هم بيناتهم اتفقوا أنه كل من باري الذمة للآخر على اليمن، على اليمن، على إبراء الذمة، شلت غيبتي وأنت شيل غيبته ما بري الذمة. هذا سووا أسقطوا حقهم في الغيبة، يبقى شنو؟ تبقى الحرمة الشرعية للغيبة. واضح؟ يعني الغيبة ممكن أن نتصور أنه حرام من حيث الفعل. ليش؟ ليش حرام من حيث الفعل؟ لأنه مجموعة من الأدلة الشرعية حرمت الغيبة. كيد. حرام، بالإضافة إلى أنه أكو حق للمغتاب. حق للمغتاب شنو؟ لأنه أنت قاعد تستر عورته وتستر أمور مستوئة، تفضح أمور مستورة أمام أعين الناس قاعد تفضحها. استويتوا أنتوا، أسقطتوا هذا الحق، شو يبقى؟ الحق الشرعي. ممتاز، حرمة الشرعية المن للغيبة. شون أنه إحنا عندنا حق عام حق خاص بالمحاكم الوضعية، فيروح واحد يتنازل عن الحق الخاص، يبقى الحق العام مع الدولة
ممكن تحكمه كذا، احنا ما نبسط القضيه، لكن انتم اسقطتوا الحق الخاص وبقى لمن؟ بقت الحرمه الوضعيه، الحرمه الشرعيه للغيبه، بالتالي يبقى حرام لو يبقى مو حرام؟ يبقى حرام. يبقى حرام وان اسقطتوا حقك. حقك. بس اكو من البعض اللي يعتمد شو يسوون سيدنا؟ انه ينافقون على حساب عود مصالحهم. ينافق على المقابل، ينافق علي، ينافق على غيري. على ابو شنو مصلحته حتى تروح تعلى. زين هذا فلوسه او فلوسه شنو حرام حلال؟ يعني اذا ينافق على فلان يقطع رزقه. فلوسه مو حرام هو، بس حرام عليه انه الفعل اللي قاعد يسويه حرام عليه. هذا حتى الله سبحانه وتعالى يسلب التوفيق، لان قاعد ينافق حتى يتزلف للمسؤول وحتى يتلمع صورته هو يسوي نفسه خوش آدمي، والبقيه يعني جلك الله مو خوش اوادم. هذا الفعل حرام، الله سبحانه وتعالى يسلب التوفيق. احنا مطلوب من عندنا شنو؟ من يتق الله يخاف الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى حتما يطرح البركه في رزق الحلال، لانه ما قاعد انافق وما قاعد اذي الاخر. كيف تقيم اجتماعيا من يعيد نشر كل ما يصل اليه دون التمحيص والتدقيق؟ بس هذا المحتوى سيء. هذا خطا، لان قضيه الفلتره احنا اي خبر ممكن شو تقيمه اجتماعيا لهذا الانسان حتى يعرف نفسه؟ هذا مو احنا التقييم مالتنا يجب ان يكون حول الدافع الذي دعا الى القيام بهذا الفعل. هل هو دافع اقتصادي؟ يريد يطش، يريد ياخذ محتوى، يريد يصرف يوتيوبر؟ بس هذول هذا من جانب، بس هذول اللي من جانب. من جانب اخر واحد يمارس هذا الشيء لغرض التسقيط الاقتصادي، تاجر وياه اذا تنافس وياه، شو سوى؟ سوى صنعه مالته حتى اكون انا الوحيد في السلعه والوحيد صاحب هذا المنتج. هذا اذا اكو مردود. هسه احنا اللي ما عنده مردود مالي مرات لا، اكو تسقيط مثلا، خلينا نقول هنا تسقيط معنوي للشخص، مثلا انسان محترم ملتزم رجل دين كذا، حتى التشويه اصبح لرجال الدين، التشويه بال خلينا نقول اعيان المجتمع، تشويه حسدا يجوز على السمعه الى اخره. الغيبه والنفاق ولا حكي عن الناس، شلون هنتلافاها؟ شلون شو نسوي؟ يعني انت تسال شلون نقدر نتلافاها حتى لا تاثر بينا؟ صح. انت تدري بعض الناس عندهم حساسيه من التعليق والكلام، صح لو مو صحيح؟ اي كلمه تصدر عليه بالمباشر او بغير المباشر ينجرح ويتحسس من عليه. صحيح. فانت اذا سؤالك حول هذا المضمون، يعني انه شلون واحد يقدر يعالج او يقلل الحساسيه، اول شيء المؤمن المفروض يكون اقوى. يعني شنو اقوى؟ انه المقابل ان يسخر منا، فالقران شو يقول؟ شو يقول القران؟ ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. صحيح. يعني ربما هم ذولا قاعد يستهزئون بالمؤمن. صح. المؤمن يصير اقوى وهو شبيه هو ضعيف، هو يردهم. صح. ويعزز من ثقته. فعلا. بمن؟ بنفسه. بنفسه. زين انا اسالك سؤال، شلون يقدر المؤمن يعزز ثقته بنفسه؟ شلون؟ من خلال شخصيته، كلامه ويا الناس ويا الاخرين. بعد يا هاي سيدي، يعني اهم قضيه. أيه. اهم قضيه هي القراءه. القراءه كل ما تزداد قراءتي وثقافتي، كل ما اشوف ذني الامور لا داعي للحساسيه الشديده. صحيح. زين هاي القراءه جانب عملي، جانب روحي، شنو برايك يعزز من ثقه الانسان بنفسه؟ يعني سيد شخصيته واسلوبه كلام الروحي. جانب روحي. أيه. يعزز من ثقتي بنفسي، شنو برايك؟ العبادات. العبادات صحيح. يعني الصلاة وباقي العبادات المطلوبة. كل ما تقوى علاقتك بالله سبحانه وتعالى، كل ما شنو؟ كل ما ثقة بنفسك تصير، ثقتك بنفسك. صح. وهاي تعزز، بالتالي احنا نعمل مع التكليف. صحيح. تكليفي. صح. ان سويته. فعلا. هذا يستهزئ. ما يستهزئ، هذا يعلق تعليق سلبي. صحيح. مثل ما يقولون القافلة تسير وشنو ينبح؟ والكلاب تنبح. أجلكم الله. أجلكم الله. صحيح. فبالتالي يطلب من عندي بالحالة العملية قراءة. صح. مطالعة. صحيح. زي ثقتي بنفسي. صح. ومن الجانب الروحي شنو؟ الجانب الروحي الصلاة وباقي العبادات. صح. صحيح. زين برأيك بعد قضية تعزز من ثقة الإنسان بنفسه وذن يقوم بعد ما يهتم منه يعالج هيك حالات، أكو دورات يصيحوا لها تنمية بشرية. صح. هاي دورات التنمية البشرية تعزز من ثقة الإنسان
بنفسه. صح. كيف ترى هسه احنا عندنا تقاليد قديمه، موروث قديم موروث رصين اجتماع. هذا الموروث الاجتماعي الرصين اكو كانت فيه كلمه اسمها مشهوره اسمها عيب. عيب صح. التسقيط الاجتماعي عيب. عيب طبعا. ما يمارس. سؤالنا لكم اليوم كباحث اجتماعي، لماذا لم يتم الحفاظ عليه؟ شنو السبب؟ احنا اليوم ما حافظنا على هذا الموروث اللطيف، هسه نعوف القيم يعني الاسلاميه مو نتركها، بس بغض النظر عن القيم الاسلاميه قيم اجتماعيه موجوده كلمه عيب، اليوم يمارسون هذا التسقيط مع فقدان هذه الكلمه. طبعا. احنا صراحه في قضيه التنشئه نحاول ان نركز على ثلاثه اشياء. زين. يعني منذ النشأة الأولى إلى ما يوصل إلى مرحلة أنه يخلص المؤهل العلمي أو نقول مثلاً دراسته، فثلاث أشياء يتعلمها من المجتمع، سواء المغذيات التنشئة، سواء كانت الأسرة، المدرسة، الجامع، مؤسسة العمل، مؤسسة الأخرى اللي راح يعمل بيها، هذا راح تغذي بأمور ثلاثة. الأمر الأول، إحنا أول ما يغذى الطفل أنه هذا عيب لطيف عند الأسرة، بعده ممنوع لا توصل له كذا، فعندك العيب والحرام، الحرام والمؤسسه الدينيه، وعندك الممنوع. ممنوع عندك المؤسسه اللي احنا نقول القانونيه تحت تتعلم احكام وضعيه بلي، هذا ممنوع بلي. اما الشرعيه راح يشتغل بها شنو؟ لطيف. رجل الدين، فهذا راح يعطيك الحرام والحلال في تعاملاتك. هسه العناصر الثلاثه، هذه العناصر نجي على العنصر الاول اللي انت يعني سلطنا الضوء عليه هو قضيه العيب. احنا مع الاسف اكو بعض الافعال يقوم بها الاطفال هي عيب، لكن احنا يجد استحسان من قبل الاب والام. مثلا على سبيل المثال البصق في وجه الكبير، نقول له يشاقون شكلك اي والله خطيه، او يضرب مثلا جديته او حبوبته، احنا بلغتنا العاميه نقول مثلا لا. هذا احنا نظل نضحك عليه، هذا الشيء شاف بالتالي صار عنده تغذيه انه هذا الشيء ايجابي، لان هم بدا استحسان من قبل الاب والام، بدل ما هم هذا السلوك هو السلوك الاول له، وهن كلمه العيب بالي فهذا هنا اصبح هو راح يبدي هنا راح هذا الجانب اللي اخذه راح يتضاد مع المدرسه. احنا عندنا النقد ممدوح، ما عندنا مشكله. نعم. النقد بالاسلوب الصحيح ما عندنا مشكله به، بل هو يقوم المجتمع. مجتمع بدون نقد مو عندنا مشكله. عندنا التسقيط مذموم ومنهي عنه في الروايات وحتى عند العقلاء، باعتبار يحبط عند الاخرين عند الناس. كيف نميز بلي كيف نميز بين المفهومين، بين النقد والتسقيط؟ ويا ريت انه تذكر مصداق لكل منهما حتى يصير عندنا واضح مصداق عملي براكتيكال، انه وين النقد وين التسقيط. يعني على سبيل المثال احنا في مجال العمل مالتنا مثلا بلي. صراحه عندنا تعامل مع الطلبه تحصل هناك نقاشات. زين. أنا أجيب لك مثال بسيط وبعدين أقدر أعمم على الأشياء الأخرى من صميم العمل. يعني فنجد بعض الطلبة مثلا ينتقد أسلوبه بالتدريس، أطرح فكرة معينة ربما هو يكون ناقد للفكرة اللي أنا طرحتها، أو عنده دليل أنه هاي الفكرة ربما كانت يعني وما قاعد توصل لنا فبالتالي بث الروح العلمي، هذا نقد. الناقد أنه أنا راح أراجع نفسي أقول ربما هذا موجود فلان مصدر فلان مصدر، من باب الفائدة إلي والفائدة للآخرين، في مقام النصيحة وبث الرغبة العلمية الشديدة من قبل الطالب. هنا لازم أنا أتقبل النقد هنا، لأنه النقد من باب شنو؟ من باب التقويم، وليس مشكلة. التهديم. هسه اعترض الطالب على أسلوب الدرس أو المناقشة الدرسية، لكن أنا من أجي مثلاً على سبيل المثال أنا أطرح مواضيع مثلاً، لكن الطالب يضوج مثلاً من عندي، يبدأ يقول الأستاذ مو خوش يدرس، الأستاذ أنه هذا تسقيط، هذا صار هنا تسقيط. ممتاز. مو بس انا، مثل تجي المرحله اللي بعدهم، نعم راح يقولون فلان استاذ، لا 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 هذا فلان استاذ لا تحكي فيه، هذا كذا، هذا يسقط، هذا يرسب الطلاب، هذا ما يوصل فكره، يجيب اسئله صعبه، اسئله مو من الكتاب، هذا احنا صار عندنا مو نقد، اصبح انا شنو؟ تسقيط بهذا الشخص. زين ناهيك عن الامور السياسيه والامور الدينيه والامور الاقتصاديه تنحى بهذا المنحى ايضا. زين. يكون التسقيط بهذا الجانب، لكن الامور ايضا هناك نقد، يكون نقد بناء، نقد به فائده ممكن ان نقوم بالاشياء الاخرى. اكو نقد واكو تسقيط. صحيح. اذا نقد بشيء لا ما بشيء، واحد يقوم نفسه. صحيح. يجوز مشتبه. صحيح. يجوز كلامه بخطا. صحيح. كذا. صحيح. بالتالي مو كل تعليق سلبي فعلاً. هو الانسان يتحسس من عنده، لا طبعا، لعله شنو اشتباه مني، اشتباه. صحيح. فبالتالي كل تعليق ربما انه اجعله في خانه النقد واقوم نفسي. صحيح. ها
واذا كان من باب التسقيط فالاعراض اولى، لانه اذا كل واحد تظل تجاوبه شو تصير؟ صحيح تصير ايش شنو؟ نخصر. صح مو؟ صحيح واضح ان شاء الله. واضح ان شاء الله. شنو حدود الحكي على الناس المتدين؟ زين على المتدينين؟ على المتدينين. زين يعني انت تسال عن حدود او عن هذا اللي يحكون على رجال الدين بالفيسبوك والتصوير؟ نعم نعم. زين اول قضيه، اول قضيه نخلي في بالنا اكو نقد واكو تسقيط. اي نقد واكو شنو؟ تسقيط. التسقيط من ضمنه تتبع اثرات الاخر وتشويه السمعه. زين اكو واحد ممدوح واكو واحد مذموم، من هو الممدوح؟ النقد ممدوح والتسقيط ايش بيه؟ مذموم. مذموم ممتاز. هسه احنا النقد عندنا مشكلة بي، واحد ينتقد متدين بهالشيء؟ إذا كان نقد بناء فهو ممدوح ولا بد من عنده، خصوصا لرجال الدين. ليش؟ 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 أول قضية النقد البناء لرجال الدين، أول قضية جدا مهمة، لأنه يقوم رجل الدين ويمنع من الانحراف. يقوم يقول مثل ما الله دي يراقبني، اكو فيس حمده يراقب، فبالتالي يمنعه يصير مانع ورادع من الانحراف. واضح؟ صحيح. قضية الثانية المهمة يعبر عنها فقيه أهل البيت قدس سره الشريف السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، أنه يقول هذا يمنع الجهلة. اكو ناس جهلة قاعد تلبس عمايم. صحيح. مو؟ وش ما يفتهم؟ ايش ما أكبر؟ يلبس عمامة ليش؟ حتى يسترزق، يعني يجعل العمة شنو؟ سلم لكسب المال غير المشروع. بالتالي يوم اللي اكو نقد بناء هذا يخاف يلبس عمامه لو ما يخاف؟ خاف. يخاف. اي لان اكو ناس قاعد تسأله وتنتقده. اي فبالتالي احنا مع عدم وضع قداسه لرجل الدين، يخطئ ينتقدوه. صحيح. مقدس. صحيح. صح لو مو صح؟ لا صحيح. لكن ضد التسقيط اللي هو شنو؟ أو اللي هو تتبع أثرات وتشويه المن للسمعة. للسمعة. زين طبعاً يجب على كل أفراد المجتمع تشجيع المتدين ورجال الدين على اليمن، يشجعهم على الاستقامة. هذا رجل الدين طالع يقدم يحكي ويا الناس، يعلمهم أحكام شرعية، بالتالي يجي واحد تعليق سلبي شو يسوي؟ يسبب إحباط عنده. إحنا المفروض وظيفتنا كنا شنو؟ نشجع. المفروض نشجع. نشجع على الاستقامة بالعمل. إذا هو مستقيم قاعد يعلم الناس وما قاعد يأذيهم، قاعد يفيدهم، يقدم لهم شيء، المفروض إحنا شنو؟ نشجعه على الطاعة، لأن طريق العمل صحيح مو مزدهر بالورود. أي مو طريق الجنة مثل ما تعبر بعض الروايات شائك. شنو قيمة عد الله سبحانه وتعالى علينا؟ لها مثل عد الله منزله، يعني هذا الشيء فيه ثواب. اول قضيه هو تكليفنا الشرعي. نعم. انا من يستغيبون واحد ارد اللي دا يستغيب، هذا تكليفنا الشرعي. انت سويت تكليف. نعم. حتما لك جزيل الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى يوم رديت اللي دا يستغيبون. لان هاي الثقافه مال الغيبه من دا تنتشر في المجتمع. هذا شيء يصير دا ننشر رذيله، دا ننشر رذيله، وهاي الرذيله هاي الفاحشه اللي دا تنتشر هاي تجرئ الناس على الحرام. يعني هسه اليوم من يقولون كلها دتبوق كلها دتبوق، هذا قبح البوق قاعد شبيه. هاي كلمة بوق كانت تخوف، كانت معيبة، هسه بدها تخف بمن؟ بجال ذول اللي هم قاموا يشروها كلها تبوق كلها تبوق كلها تبوق، فصارت شنو الكلمة؟ سهلة. سهلة صار. بالتالي اكو مناعة كانت عند المؤمن بدها تخف هاي المناعة، وهذا الفيروس قام ينتشر بسبب منو؟ بسبب كلها اللي يشجع يشجع على هذه. فلذا التحديث والحديث بالغيبة ونشر الفاحشة هذا فيروس كل تشارك به يوم اللي تكرر. فلذا انت جزاك الله خير الجزاء من ترد دولة عن الغيبة، انت لك حتما الأجر والثواب، جزيل الأجر والثواب. سيد المجتهد مجتمعنا الإسلامي صرنا ننتقده؟ زين طبعا أول قضية هواية من دي ينتقدون
يبدون في كلمه، شو اسم هاي الكلمه، شنو هاي الكلمه، وهي. يقولون ان المجتهد ما معصوم، احنا هم متفقين وياهم. العصمه علما لل14 14 معصوم عندنا النبي صلى الله عليه واله وسلم والصديقه الكبرى فاطمه الزهراء و12 امام، والعصمه لاهلها زين. هذول يبدي ينتقد المجتهد اللي هو الجامع للشرائط وبدعوى شنو؟ انتوا تقولون نتفق احنا وياكم مجتهد ما معصوم، بالتالي ما معصوم قد يكون خطا، لو ما يكون مو قد يكون خطا، قد يكون يخطئ مو اكيد، بالتالي اذا هو غلطان ممكن انتقاده. هاي الكلمه مو صحيحه، المجتهد غير معصوم. نعم اتفق وياك المجتهد غير معصوم، لكن انتبه الى لكن، لا يجوز انتقاد المجتهد في احكامه الاجتهاديه من غير أهل الخبرة. إذا أنت مو مناهز للإجتهاد أو من أهل الخبرة أو مجتهد، فما يجوز لك شنو تنتقد أحكام الإجتهادية. والله أنا قضية الهلال مو مقتنع بيها ما السيد السيستاني الله يحفظه دام الله طلع شريك، خطأ. أنت تنتقد شنو؟ أنت أولا ما يجوز، حرام كيد. لأنه أنت ليس من أهل الخبرة، فلا يجوز انتقاد المجتهد. نعم وإن كان المجتهد غير معصوم، لكن لا يجوز انتقاد المجتهد تصرفاته في احكامه الاجتهاديه من غير اهل المعرفه. اهل المعرفه يصير ينتقدوا له وما يصير، يعني اللي هم بمستوى هذا المجتهد هو ما يصير كانتقاد او يصير ك يعني كملاحظات. ممتاز، يصير بس مو انتقاد. انتقاد طبعا بالاسلوب العلمي اكيد، بالاسلوب العلمي. انت اذا كان هو بمستوى هذا المجتهد في احكام الاجتهاديه يقول له اكو روايه هيك تقول، هي تمثل كنصيحه. ممتاز، او حوار يكون بيناتهم، بالتالي يجوز، بل قد يجب في بعض الموارد لتنبيهه اكيد، لكن من كون شنو كون بمستوى العلمي صحيح. اما ما دون مستوى العلمي ما يجوز. البعض ينجرح أو عنده حساسية شديدة من النقد، حساسية شديدة جدا يتأثر، بالتالي يصل إلى حالات من الانزواء والانعزال عن المجتمع، شديدا ما يتأثر. كيف يمكن تقليل هذه الحساسية من مو النقد، من التسقيط؟ يعني يصل إلى مرحلة حساسية من النقد، تعب. فبدأ يبحث عن روايات اللي تحث عن يمن على العزلة في آخر الزمان، ويحاول يطبقها على اليمن على نفسه وينعزل. يا بريش يقول لك بس تطلع تتحدث شيء ينتقدون في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا يعني ما أقدر، تعبت انجرحت. فشون نقدر نقلل من هاي الحساسية؟ صراحة هي هذا احنا ما نقدر على إطار النظري نتحدث بأنه هذا راح ممكن أن نتغلب عليه أو نمط العلاج اللازم، هذا تتبع شخصية تعب. الشخص نفسه يعني وضعفت. هو تعب، اكو غيره ما يتعب، متواصل بقضية الهدف يعني. فاكو فوارق بنفسه فردية اقوى، فاكو فوارق فردية. اذا جئنا الشخص الاول اللي احنا نوهنا عنه انه تعب من قضية النقد وتعب كذا، قضية انه هو غير قادر على احتواء الطرف الاخر، مرات يقل خاطر الناس على قدر عقولهم يعني، بل ترك تكليفه، ترك تكليفه يعني، وصل مرحلة انه يأس، وصل مرحلة ولا تقنطم روحك. انت لازم انت تكون بغض النظر، المؤمن مفروض اقوى، لازم تكون ويعزز اقوى، لان انت دا مؤمن تتحدى الكل. حتى وان كنت مثلا يقول الامام حسين عليه السلام يقول سلكت طريق عدلي قلت سالكيه يعني. فهي المشكله هنا مو قصد منه بحدك تشوف نفسك انت، لكن ما طول انت على حق حتى وان كنت على ذاك. احنا متفقين انه اذا يعزز من ثقته بنفسه ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما عندنا مشكله بهاي. لكن احنا اليوم انتم جنابكم نستثمر وجودكم كباحث اجتماعي، يعني برايك كيف يستطيع من رفع الثقه بالنفس؟ طبعا هناك عده امور يعني. الامر الاول احنا طبعا نوعزها بالمؤسسه الدينيه، العبادات من اشد الامور الرافعه للثقه بالنفس. طبعا بعد ما انت تصلي وتؤدي عبادتك تحس نفسيتك شيء مختلف عما كانت عليه قبل الصلاة، بالتالي الحالة المعنوية. احنا نريد الحالة الاجتماعية. اجتماعية. انا هنا مثلا شخصت خطأ، اكو فد خلل معين في فسلشتي يعني، مو فقط يجوز بالطرف الاخر
بلي احنا بدنا نحكي عنا الطرف الاول الاخر يعني الطرف الاول وانه وصلت مرحله انه طريق مزود معه وما يفيد النقاش حتى النفسيه يعني نفسيا تعبت قلت مثل واحد يقول لك انا جيتها بكل الطرق وحاولت وياه لكن الجدل هنا عقيم زين في بعض الاحيان هنا راح اشخص الخطا ان لماذا اصبح الجدل عقيم هل هو في عدم تقبل الاخر لافكاري ام الطريقه اللي ابدي بها فكرتي نعم. غير مقبوله للاخر اذا غير مقبوله راح ابدل بمن بطريقة التعامل مع الآخر والوسيلة اللي أوصل بها شنو المعلومة للطرف الآخر حتى يكون هنا لأن أنا عندي أكثر إحنا نقول مثلا أكثر من وسيلة تتعدد أنت عندك منهج واحد بس عدد من وسائلك مو فقط أنت عندك منهج واحد نقول منهج جدي لكن عندي عدة وسائل ليصال شنو أغير لازم الأسلوب. أنا أغير بالأسلوب ممتاز إذا كان الأسلوب الأول غير متقبل جميل. من قبل الآخر أنا عندي أسلوب آخر ربما أقنع بي أجي بطريقة من مرات بطريقة شنو الشيء اللي يحبذه هو اجي بطريقه لي وانطي امثال ممكن مثلا انا اجي لشخص هو ما يعي مثلا انا انطي فد تكليف شرعي او انطي فد مثل مثلا بايه قرانيه ربما هو ما مستوعب الايه القرانيه لكن من انزل انا الى واقعه هو شنو تشتغل عمو قال انا اشتغل مثلا حداد انت تشتغل نجار انت تشتغل سايق انت تشتغل مثلا انا اشتغل مثلا حارس انا انزل الى مستوى التفكير مالتي المرات احنا تعرف احنا نتحدث بلغه ربما تكون اكاديميه او لغه مثلا رجل الدين بلغه مثلا بها نوع من الروايات يعني وايات يعني لازم او مرات الكلمات راح تحتاج لها الى تفسير بالي. فانا ما استوعب هذه الكلمات بالتالي لكن من انا انزل الى مستوى نعم. راح يكون عنده قناعه ويكون التقبل الفكره سليم من قبل الطرف الاخر فيجب ان يكون هناك اكثر من وسيله من اسلوب لطيف انتم تدرون نشر الفاحشه يقلل من قبح الفاحشه يعني يوم اللي تنتشر كلهم حراميه كلهم قاعد يبوقون كلهم 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 هاي قبح المعصيه قبح الفاحشه قبح هاي الرذيله يبدي يخف لان كلهم حراميه بالتالي بقت علينا من هاي العناوين وهذا فيروس مؤثر في المجتمع بالتالي يوم اللي ينتشر مناعه الجسم تخف بالتالي ممكن ان يتقبل هل تعتقد اليوم هاي الثقافه نشر هاي مالت كلهم كلهم كذا هل تعتقد مقصودة أم هي عفوية مجتمع بعد 2003 صار انفتاح فبالتالي هذا يحكي منا دخلت وسائل التواصل احنا مدى نعرف فصارت هاي الثقافة كلهم حرامية كلهم كذا كلهم كذا هي كفكرة موجودة بالمجتمع الآن انتشرت انتشار فظيع جدا يعني زين. على اعتبار انه أنا إذا نشرت خبر معنا انه مثل ما تفضل من المحتوى الفاحش المحتوى السيء. الفاحش يعني هنا أنا قضية التقبل يعني أكو أشياء اجتماعيا ما متقبلة كانت بل. لكن زيادتها بالمجتمع مثل قضية أبسط مثال الطلاق بل. ليش قبل كان الطلاق معين الناس قليل الطلاق والناس كانت تتجبجب من قضية الطلاق هسه أصبحت المقبولية الاجتماعية أكثر لهذا الجانب احنا نفسيا الإنسان اللي عنده بدواخله بعض السلبيات شلون ينظر الى ارض الواقع؟ لا يستطيع اظهاره الى ارض الواقع لم يكن هناك اكثر من شخص شنو يمارس هذا السلوك الغريب حواضن اليه فهنا قضيه الانتشار هنا راح تعطي فرصه لمن لاخراج ما بداخله او الكبت الموجود لانه اكو مصدات مجتمعيه هذه بلي. المصدات تمنع عنا وضوابط اجتماعيه تمنع عنا اصدار هذا السلوك بلي. لكن اذا ضعفت هذه الضوابط شلون تضعف هذه الضوابط من خلال المقبوليه الاجتماعيه للسلوك؟ بلي. يعني كل سلوكيات ما كانت متقبلة أصلاً سابقاً أصبحت متقبلة أصبحت شغلة عادية مثل على سبيل المثال روح في دائرة رسمية وقال لك يابا تدهن السير ومشي أمورك كذا فيكون مضطر ويعرقلون العملية مالته فأصبحت كأنما الخطأ الشائع هو اللي هو الصحيح كأنما والصواب الضائع ضع الصواب عندنا فهنا أصبح الخلل وين بالمنظومة المنظومة ككل هنا وأيضا نرجع بالدرجة الأساس إلى المنظومة الأخلاقية الخلل الآن عندنا نشخصها كاختصاصين في علم الاجتماع هو خلل في المنظومة الأخلاقية صلحت الأخلاق صلحة وربما هي مقصودة طبعا هناك أيدي خفية تعمل بالخفاء على إبراز الجوانب السلبية والتأثير على المجتمع للقضاء على الموروث الجيد الموجود بالمجتمع من قيم وعادات وتقاليد وإبدالها بقيم وعادات وتقاليد دخيلة على المجتمع أصبح الثابت النابت أكثر من الثابت فهي مشكلة بالمجتمع خصوصا من ناحية القيم والعادات والتقاليد سيد يصير ذول اللي يفتحوا مواقع الرد عليهم يعني يفتحون مواقع ايه تسيء للدين انت تفتح موقع ايه
لرد ذول اللي يسيئون للدين. طبعا يجوز فتح مواقع لرد على الحالات المحرمه، حالات محرمه نرد عليها، يصير نفتح موقع ننبه الناس. صحيح. ولكن شنو ويجوز فتح مواقع لرد ذول اللي يسيئون للدين، لكن بمن؟ بالاسلوب الجيد. صحيح. شنو الاسلوب الجيد يا من هو؟ الاسلوب الذي دعا اليه الاسلام. صحيح. شنو دعا الاسلام؟ الدين، النصح، النصح الدين. والرشد، الرشد. مو صحيح. احنا مو ثقافتنا مثلهم. صحيح. بهتان ونميمه. صحيح. ما يجوز تجاوز الاحكام الشرعيه. صحيح. اريد ارد على ذوله افتري عليهم؟ لا ما يجوز. ما يجوز. فلذا يجوز فتح مواقع لرد الذين يسيئون للدين. صحيح. شنو؟ لكن بالاسلوب الذي دعا اليه الاسلام. صحيح. ولا نتجاوز الاحكام الشرعيه. شرعي. مو واحد يصير عصبي ويرد باساءه او بسباب وشتم. صحيح. احنا المسلم مو من ثقافه السباب والشتم ويشتم. صحيح. بالاخرين. صحيح. بالتالي لا يتجاوز الاحكام الشرعيه والنصح والرشد بالاسلوب الجيد الذي دعا اليه الاسلام. صحيح. واضح. واضح. اليوم انا اسالك سؤال، هذا اللي دي يصير وسائل التواصل لرجال الدين وللمتدينين وللمؤسسة الدينية بالعموم، هذا نقد لو تسقيط؟ انت شو تقول؟ تسقيط. ممتاز. ايه. احنا قلنا النقد ممدوح. ايه. انت تنقد اذا خطأ تبين له، والنقد مطلوب حتى يستقيم بعمله حتى ما يصعدون جهل. صحيح. هذا اللي قاعد يصير جله شنو؟ تسقيط وليس صحيح. نقد. فبالتالي حرام لو مو حرام؟ حرام. شلون لا حرام؟ هذا اولا باثار وضعيه. أي. هذا اللي قاعد تنتقده ها شرعا انه هو له حق عند الله سبحانه وتعالى، لان غيبه. صحيح. غيبه. صح لو مو صحيح؟ لا صحيح. الله سبحانه وتعالى وعد كل من يتتبع عورات الناس، الله سبحانه وتعالى يكشف عورته وان كان في جوف بيته. صحيح. بجوف بيته، بشعب بيته، أم الله سبحانه وتعالى يكشف ليش؟ لأنه هو قاعد يتبع أثرات وعورات الناس. صحيح. واضح؟ الرواية تقول عن الإمام الصادق من السلام. قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه. إذا تقول بي فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بمن؟ بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. أليم. مضمون الآية. واضح؟ لهم عذاب أليم. بالتالي ما يجوز أن التشهير والتسقيط هذا حرام، وآثار الوضعية الله سبحانه وتعالى يكشف عورته وإن كان في جوف البيت. صحيح. واضح؟ واضح. سيد احنا على مذين البنات اللي تمكيجين شديد التبرج، هذا الشيء صح ولا غلط؟ يعني بالانتقاد مالته؟ اي بالانتقاد مالته. زين. انتقادها طبعا الغيبة تجوز في موارد. واحدة من هذه الموارد إذا ما تعرف ذاك الشخص، إذا ما تعرفه ما تتحقق الغيبة. واضح؟ واضح. فإذا يجوز غيبة هاي شديدة التبرج إذا أنت ما تعرفه، أو شنو؟ يجوز بشرط آخر، وهو إذا كانت متبرجة شديدة التبرج. نعم. وكاشف هذا القضية. صح. ففي مورد التجاهر بالمعصية يصير غيبته في ذلك المورد لو ما يصير؟ لا ما يصير. يصير في مورد التجاهر بالمعصية. هي قاعد تتجاهر. تتجاهر بمن؟ تتجاهر بمن؟ بالمعصية. فقط في هذا المورد يصير شنو؟ يصير غيبتها في مورد التجاهر بالمعصية. وظيفتك ويا هاي المتبرجة شنو هي برأيك انت؟ بس انا ابحث عن تكليف. ايه. انت تبحث عن تكليفك. صح. تكليفك شنو هو؟ سيدا صح اعلمها. ممتاز. صحيح. الامر بالمعروف والنهي اذا توفرت شروط الامر. صح. بالمعروف. صحيح. متوفرة شروط الامر بالمعروف امر بالمعروف. صح. ما متوفرة يرفع عنك التكليف. زين نهيتها بالمعروف، نهيتها عن المنكر، قلت هذا ما يصير، هذا التبرج الشديد ما يصير مع توفر شروطه طبعا. صح. اذا نهيتها عني وما انتهت، شنو بعد تكليفك؟ تكليفه السيده انا قلت لها فاتركها بعد الانزجار والاكراه، يعني تقلب خلقتك. صح.
طبعا على الاحوط وجوبا بعد ما نهيت عن المنكر ولم تنتهي. صحيح. واضح ان شاء الله. نعم. حتما اكو اثار عمليه للتسقيط الاجتماعي اللي قاعد يصير. واحده من عدها اللي تحدثتوا عنها تدمير القيم الاخلاقيه، تدمير المجتمع. يا ريت انه تتحدثون صراحه. هناك كثير من الاثار. هناك اثار تترتب على الفرد نفسه، يعني مثل هذا اللي ما قاعد يطلع من العزله اللي عاش بيها، عزله ربما تؤدي للانتحار. يعني كثير من الناس انتحروا بسبب التسقيط وبسبب بسبب كلمه حياه واحدة. انسان هو سيكون مسؤول امام الله. الله سبحانه وتعالى. هذا ربما تنهار، تنعدم حياته بالكامل. ايضا هو صاحب اسره وعائله واولاد. نعم. السمعه لا تقتصر على الشخص المعني فقط، لكن ايضا تذهب على اولاده، وربما تذهب على عشيرته بالكامل. بلي. يعني بلي. فهنا أنا هذا التأثير راح يكون سلبي بالجانب النفسي والجانب الاجتماعي، والآثار مالته مترتبة على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع اللي يعيش به. فهذه الآثار راح تكون قاسية جدا على الفرد. ربما البعض منها تؤدي إلى الانتحار، البعض الآخر إلى العزلة، البعض الآخر إلى الهجرة، ربما يهاجر يخلص من المجتمع. فكل هاي يكون أنا أتأمل في مسؤولية الكلمة والتعليق اللي تمام. قد يؤدي الى حياه انسان يوم القيامه اسال عن دم انا بعيد عنه. يؤدي بحياته كلمه واحده. بلي اثار كلمه او تعليق سلبي والعياذ بالله. صح. هذا يؤثر، كلمه واحده تؤثر، تغير بكيان الشخص بالكامل. مسألة الحياة في المجتمع، لا يمكن في أي مجتمع لا يمكن أن تكون هنيئة إذا كانت مبنية على التعامل بالمثل. بالمثل شنو؟ يعني اللي يحكي عليك كون ترد للحكاية عليه. فهاي الحياة تكون غير هنيئة، منغصة، لأنه يتعامل بالمثل. بل المطلوب من الإنسان شنو؟ مطلوب من عنده التغافل، التغاضي عن إساءات الآخرين، ويجعل ما يصدر من الآخرين تجاهه يحسن الظن بها كأنما لم تكن هذه إساءة، وإلا ستكون حياته شنو؟ منغصة، بعيدة عن الاستقرار، وينثر منه الكثير من الناس. ويشهد لما قلنا أو ادعينا في بداية المسألة أنه لا يمكن أن تكون الحياة هنيئة إذا كان التعامل بالمثل، يشهد لذلك العديد من النصوص القرآنية. منها قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وآية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وآية أخرى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفو أقرب للتقوى. كثير من الآيات والنصوص القرآنية تدل على عدم التعامل بالمثل، وإلا حياته حتما ستكون نخصة غير هنيئة. روي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا حلم كالتغافل، لا عقل كالتجاهل، يتجاهل ما يصدر من الآخرين ولا يجيب الإساءة بالمثل. مسألة روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه. من الظواهر السيئة اليوم في المجتمع هي الحديث عن المؤمنين
التشهير والإساءة بهم ولا سيما برجال الدين. فعقيدتنا لابد من الاحترام والتعظيم للعلماء، فحتما فيه الأجر والأجر العظيم والثواب الجزيل. القرآن يؤكد على حسن الظن وحسن الكلام، وهذه الرذائل التي تصدر ربما من هنا وهناك لا بعيد عن الثقافة القرآنية. قال تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إضافة إلى التأسي بالنبي الأعظم وبأمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه في الابتعاد عن رذيلة التشهير وتتبع أخبار وكشف مستور عن الآخرين.